له. زين، لكن انا اقول لك ولدك الحين او قام يتشرد، يعني انا عندي ولد طلبات مستمره ما شاء الله عليه، عنده لسته مسجلها ما تخلص. كل يوم طلب، اذا خلص منه طلب الطلب الثاني. ف وحنا طلباتنا وياك بعد ما تخلص يا سمي مع ضيوفنا الكرام ايضا، عطنا واحده كذي عطاير ليله العيد عطاير يا الكابتن فلاح تذكر ايام اللعب. هذه كوره عطناها في كوره. عطنا واحده كذي يقول صاحبي لعذ بوك الناس صيح، وخذ ما قلته وحطه ما انشيتك، كان خايف بيتك بقلبي يطيح، طب ضلوعي يدعم سور بيتك، كان خايف بيتك بقلبي يطيح، احطب ضلوعي ودعم سور بيتك، انت اول واخر الحب الصحيح، تسقي عروقي غلا حتى ارتويتك، في لسانك تقلب الشعبي فصيح، في هدوءك صحوتك تشبه مبيتك، نظرتك اشعاع للكون الفسيح، ضحكتك ترسم ملامح وابريتك، خطوتك تعذب الهم وتزيح، كل ما تمشي بحاسيسي مشيتك، جيت لك من غربة ايامي جريح، وانت صحيت المشاعر يوم جيتك، جيت لك من غربة ايامي جريح، وانت صحيت المشاعر يوم جيتك، تدري وش يفرقك عن غيرك صريح، لاجل هذا بعت غيرك اشتريتك، تدري وش يفرقك عن غيرك صريح، لاجل هذا بعت غيرك واشتريتك، تدري وش عذب خطاي انك تبيح غلطتي وتقول يا عمري فديتك، تدري وش عذب خطاي انك تبيح غلطتي وتقول يا عمري فديتك، تدري ليه الهم غاديله فحيح، شافني لو طحت من همي نصيتك، كل ما هزت غصون الشوق ريح، التفت والقاك وافرح لقيتك، لو يكون الوقت في وصلك شحيح، لا تفكر يوم في غيابك نسيتك، ليلك المجنون فيني يستبيح، كل شوق داخلي حتى سريتك، اجلس بقلبي يخلك مستريح، دامني بالحب والشوق احتويتك، انت ما يكفيك من شعري مديح، قبل تقراني بحاسيسك قريتك، قلت لك لعد بوك الناس صيح، واخذ ما قلت وحطه ما انشيتك، كان خايف بيتك بقلبي يطيح، طب ضلوعي يدعم سر بيتك. سلامتك، صح لسانك، صح لسانك خالد. نطلع فاصل خالد، نريح ضيوفنا. فاصل نطلع مشاهدينا ونرجع نكمل سهرة عيد يا سعيد معاكم. منال رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما طلعنا فاصل، ونكمل سهرة عيد سعيد مع ضيوفنا، وراح نتكلم الحين شوية عن الرياضة مع حارس منتخب الوطني فلاح دبشة. الانتقال اللاعبين بين الأندية، حضرتك كنت في نادي الجهرة، انتقلت للعربي، دخلت المنتخب، هل هو في صالح اللاعب؟ طبعا أكيد الانتقال من صالح اللاعب في أمور كثيرة، يعني لأسباب، مثلا اللاعب ما لقى فرصة بالنادي، يعني يمكن يلقى فرصة بنادي ثاني، يعني في بعض المدربين يرى أن في اللاعب ما يفيده، فيعني اللاعب يقعد له سنة ما يلعب، يعني الانتقال موجود حتى بالدوريات الأوروبية. نعم. على مستوى الاحتراف في تكتيك معين عند المدرب أن اللاعب هذا ما يناسب الخطة اللي هو يراها في الملعب، يعني ثاني شيء اللاعب لما يروح نادي ثاني وثالث تكبر علاقاته جماهيريا أكثر، ممكن يبدع بالنادي أكثر، مردود مادي ويعطي فرصة في لاعبين ناشئين، تلقى في نادي يحبس اللاعبين عنده ل15 سنة حتى ما يعطي فرصة اللاعب الصغير أنه يأخذ فرصته، فالانتقال يعني واجب وضروري، يعني موجود حتى بالدول اللي حولنا الدول الخليجية، فهني الانتقال للأسف عندنا يعني يصير انتقال بطريقة يعني مملة حتى حق اللاعب. أضرب لك مثال، مثلا في بعض الأندية يقول لاعب لما يوصل عمره 30 سنة انتقل، يعني اللاعب ايش عنده غير 3 سنوات 4 يمكن ما يقدر. صحيح. يعني انت قاعد تستعبده لهالفتره هذه كلها ل 30 سنه، ليش وبعدين تعطي قبل ال 30 تعطي مجال انه هو ينتقل من نادي لنادي عشان يبدع؟ نعم. وثاني شيء يعني الحين اللاعب لما يجي عرض انا ادرس العرض
واكلم اللاعب يجي عرض من نادي ثاني ثالث، يعني ايش ذنب اللاعب هذا عنده موهبه تضمه مثلا لنفرض بنادي صغير، الفريق ما قاعد يجيب انجازات، الفريق ما قاعد يساعده حتى من ناحيه كمستوى، يروح المنتخب مستوى ضعيف لانه قاعد يلعب مع مستوى انزل منه، فاللاعب يظلم يعني في الامر هذا. فالانتقال بالعكس، الانتقال يعطي اللاعب مجال انه يبدع اكثر، حتى فائده المنتخب يعني بالنسبه له، والفائده الماديه، ونفس الشيء مثل ما قلت لك انه يلقى فرصه نعم ويبدع اكثر. يمكن انا مثلا كنت بالجهره مستوى التدريب ضعيف، لما اروح منتخب ابتدي من الصفر مع المنتخب، ارد ينزل مستوى مثلا نادي الجهره، بس لما اروح نادي العربي اهتمام اكثر، مدربين على مستوى عالي، فيرتفع مستواي، حتى لو اروح المنتخب اكون انا جاهز، يعني جاي بنسبه 60-70%، غير لما انا اجيهم من نادي صغير في من الصفر ابتدي معهم. نعم نعم. قاعد تدرب الحين جيل جديد رياضي دون يعني مستوى الشباب الحالي، وقاعد تاهلهم وتشجعهم وتدربهم عشان يطلعوا لاعبين ورياضيين. طبعا يعني الحين انا مدرب تخصص حراس مرمى. نعم. فالتدريب يعني اذا كان صاحب الشان يعني تعطي الخبز خبازه يبدع اكثر من لما مثلا تجيب مدرب اساسا ما كان حارس مرمى. الخبره والسفي مالك كونك انت كنت حارس ولعبت بطولات دوليه، تدرجت على مدربين عده مدارس اوروبيه ودول شرقيه وبرازيليين، فهذه الخبره انت تصقلها، يعني انت تختصر المسافه حق الحارس الصغير او الحارس اللي انت تمرنه، كونك انت عارف خبايا المهنه كونك حارس مرمى اكثر من اي شخص ثاني، غير لما صحيح. يكون شخص ثاني اساسا ما كان حارس مرمى بس دش دوره تدريبيه ومجرد انه عنده شهاده يبي يمارس المهنه وما عنده خلفيات عن اسرار المهنه، او انه حارس المرمى شنو اخطائه، شنو اللي تدارك الموقف في بعض المباريات. في حراس الحارس يعني انا حتى بعض المدربين اتناقش معاهم، الحارس اذا بالتمرين ممكن يكون افضل واحد لكن بالمباراه ما يؤدي، صحيح. هني يصير شعور نفسي عند الحارس، في حارس جبان يخاف بس تلقاه بالتمرين تمرين عادي يبدع ويصير. فالحارس حتى من الناحيه النفسيه انت تعرف الحارس هذا ممكن انه يبدع بالتمرين ولكن بالمباراه ما يؤدي شيء، مو هذا الحارس اللي انت يعني تحاول انك توصل لمستوى الحارس الاساسي. في اعتبارات كثيره، الاعتبارات الكثيره هذه اللي مثل ما قلت لك، واحد مثلا يدش دوره تدريبيه يصير مدرب حراس فما عنده الفكر هذا لانه يوم من الايام ما كان حارس مرمى، عكس لما يكون حارس مرمى نعم غير اللي صاحب التخصص اللي هو فيه. الرياضه متى ترجع حق عصرها الذهبي اللي احنا عهدناه في ذيك الفتره؟ شوفي الحين وضع الرياضي تسيس بالدرجه الاولى، وصارت صفقات تجاريه وصفقات يعني سياسيه في مجال حتى مجال الرياضه، يعني عطني واعطيك امانه. يعني الرياضه بالنسبه لنا الحين احنا بالكويت تعتبر يعني وقت فراغ لا اكثر ولا اقل، يعني ما اتجهت الى الاحتراف او الى الخصخصه او ما صارت من اولويات اهتمام الحكومه. فانا اقول وضع الرياضه اللي احنا فيه قاعد يمشي بس بطريقة عرجاء، يعني بطيئة جدا غير الدول اللي حولنا. الدول اللي حولنا اتجهت للاحتراف، اتجهت للخصخصة، خلاص عطوا المعنى الرياضة بالنسبة لهم يعني اللاين الأول، يعني بالنسبة حق الدول الثانية لنفرض البرازيل، من يعرف البرازيل لو ما هي يعني مبدعة في المجال الرياضي؟ نعم. فأكثر يعني الدول الحين تفتخر في الرياضة، كونها الرياضة تعتبر من العوامل الأساسية في ارتقاء البلد. فاحنا هنا عندنا المشكله ان الرياضه مو الاهتمام الاول بالنسبه حق الحكومه، او انه ما في فكر او استراتيجيه معينه نخلق يعني جو مناسب حق الرياضه. لنفرض خصص الانديه، خل شركات تمسك وتهتم، منها يخف الدعم الحكومي ترتاح الحكومه، ومنها تصير عمليه احترافيه. لما تصير الشركه يهتم اكثر من لما يقول لك المال السايب، صحيح. يقول لك انا 4 سنوات يمكن انجح يمكن ما انجح، فخلني اخذ اللي اقدر عليه واوخر، غير لما يكون واحد ثابت ويحاسب وامور كثيره من هالنوع يعني. نعم. نتمنى حقيقه يعني في نظام الخصخصه الكثير من القطاعات في المجتمع، يعني ان في امور كثيره نتمنى انها تدخل ضمن هذا الاطار. ولكن خليني انتقل الى غدير الصفر الفنانه،
كلميني على انتاج مسلسل سنجل جيت بعد العيد، مستمره ان شاء الله الحلقات، وشنو اليه الحلقات بعد العيد؟ نبي نبين حق المشاهدين الكرام ان هذا المسلسل مسلسل سوق الجد من انتاج تلفزيون الشاهد. تفضل يا غدير. ان شاء الله بعد العيد باذن الله راح تصير بالاسبوع مره حلقتين، عفوا تكون مده الحلقه ساعه. ساعة راح حلقتين في الأسبوع. أي حلقتين في الأسبوع. طبعا نفس راح الإسقاطات السياسية والأمور هذه نفسها إن شاء الله. إحنا ودنا تعطين ضيوفنا فكرة عن مسلسل سوق الجت. طبعا مسلسل سوق الجت مسلسل كوميدي سياسي، طبعا إن شاء الله تتابعونا. بعد إذا مو متابعينه مصيبة. لا لازم تتابعه، وايد حلو المسلسل. فيه طبعا الفنان جاسم النبهان، سمير القلاف، محمد جابر، اخراج طبعا حسين المفيدي وخالد المفيدي. مسلسل سوق الجت وايد حلو، في كوميديا، يتحكى عن القضايا بعد بمجتمعنا، يتحكى عن مثلا الازاله، عن الجمعيات، كل يوم لنا حلقه عن الاقامات. فوايد حلو المسلسل وراح يستمر ل 100 حلقه تقريبا. مثلا اي فان شاء الله. مهمه صراحه الاسماء اللي فيه مهمه صراحه. مهمه اي والله. وغير لهم بعد يعني معنا فنان عماد العكاري، عماد ونواف مبارك سلطان، ومبارك مدني سلطان، وبشاكر بشاكر بدر. يعني كلام المجموعه الذهبيه اكيد تستحق المتابعه. الله يسلمك. اي انا عندي بس نقطه ودي يعني ما يعني تعتبر نقطه. تفضل. انت اذا تبي تبحث عن مشاهد يتابع مسلسل في مسلسل مثلا مدته 45 دقيقة تلقى 30 دقيقة إعلانات، وهذا من حق القناة. لكن أنا شنو أقترح؟ أن الإعادة ما يكون فيها الإعلان. إعلان أساس أن هني المشاهد يشد حق المسلسل أكثر، لأن في بعض يعني بعض المشاهد لما يشوف دعاية يقول دعاية مثلا 5 دقائق تلقى لها شيء ثاني ينسى حتى المسلسل. فهني حتى يعني متعة المشاهدة هني صارت بالنسبة له يعني مو شيء مهم. الإعادة ممكن أنك أنت تقدر تتابع المسلسل بالإعادة بدون اللي الفواصل، وهذا أنا أقول يعني مجرد أنه اقتراح أفضل، يعني حتى المشاهد يقدر أنه يقعد ويحسب وقت مثلا عند 40 أني أنا أتابع مثلا هالمسلسل. صحيح. لا بس القضايا اللي تناولها يعني مسلسل سوق الجت شهر رمضان يعني 30 حلقة كانت قضايا وايد مهمة، مثلا الخطوط الجوية الكويتية، ظاهرة الفقر، ظاهرة الإزالة. تفضلي. الإزالة. الإزالة. أي الإقامات. تحكينا الإقامات، الجمعيات شلون ترفع سعرها. تكلمنا عن وايد قضايا. بس ليش هالمسلسلات ما تطلع إلا برمضان؟ يعني طول السنة نفس المسلسلات نشوفها إعادة إعادة. لا مع إن برمضان ترى لو تلاحظين ما يمدي الواحد أكبر كم من المسلسلات يكون في شهر ولا رمضان. يمدينا أصلاً يدوب مسلسلين اللي أنت تقدرين تتابعينهم يعني من من من, من 1 ل 30 بس الباقي لا. لا بس هذا مسلسلنا سوق الجت إن شاء الله راح يستمر إلى 100 حلقة، وبالأسبوع حلقتين، مدة الحلقة ساعة. وايد حلو، انا حابه حتى شخصيتي الكاركتر هذا انا اول مره امثله. مع ان احنا يعني طول السنه يمكن نقعد بالبيت اكثر من رمضان، رمضان دوام تين مطبخ يدوب ترتاحين شوي وبعدين غبقات طالعه فالواحد ما يمدي. هني الفرق بين الحين واول مسلسلات اول درب الزلق والاقدار وغيرها ما كانت تعرض وتنبث بس برمضان، كانت تطلع انتجت وانتجها تلفزيون الكويت وانعرضت باوقات غير شهر رمضان. ولا ايش رايك؟ انا ولا هي؟ نوال. لا شوفي هي اول المسلسلات يعني لما مسلسل او اثنين كان يبين حتى القضيه كان اللي كانت تطرح بالمسلسل نفسها كانت تشد المشاهد. والممثلين هم من كان عندنا اول ينعدون على الاصابع، الحين ما شاء الله زادوا بالذات الجيل هذا يعني الصغار بالعمر، فزادوا في المسلسلات والشركات الإنتاج زادت والمعدين والكتاب والمؤلفين. أول لا بعدين أول تحسين وتنافس الفضائيات. إيه؟ أول كان تلفزيون الكويت، الحين ما شاء الله قنوات فضائيات. لا بعدين المسلسلات أول غير يعني درب الزلق إلى الآن
لو مهما تشوفين درب الزلق بس يعني كل بين فترة ما زال. وشوفي حتى في كثير من العوائل اللي عندها ملك وسكن خاص برا الكويت بشقيقهم ولا ببيوتهم حاطين لش درب الزلق.